السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أبطال سنة تانية ابتدائي، أبطال منهج كونكت 2، ويلكم باك. أنا اسمي مستر مصطفى والقناة دي اسمها مستر إنجليزي. على القناة دي إن شاء الله هينزل لك شرح منهج الإنجليزي كله، بس انت ركز معايا، اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان تتابع باقي الفيديوهات اللي جاية. الوحدة دي هي الوحدة الرابعة، هنشرح في الفيديو ده الدرس الاول والتاني. هنتكلم في حاجات مهمة جدا، هنستخدم كان يستطيع وهنكون بها سؤال، وهنقول كان يو هل تستطيع، وهنجيب بعدها فعل في المصدر، مثلا كان يو بلاي تنس هل تستطيع ان تلعب تنس، وهنجاوب على السؤال ده وهنقول Yes I can، نعم أنا أستطيع، أو No I can't، لا أنا لا أستطيع. كل الحاجات دي هنقولها في فيديو النهاردة، بس أنا طالب منك تركز معايا كويس وتعيد الفيديو كذا مرة علشان تحقق أفضل استفادة من الفيديو. ودلوقتي علشان ما أطولش عليك يلا بينا نبدأ الشرح. الوحدة دي هي الوحدة الرابعة لمنهج Connect 2، وفيها هنتكلم شوية عن الرياضة علشان اسم الوحدة Time to play sports، يعني وقت ممارسة الرياضة. يلا بقى نبدأ بأسماء الرياضات اللي ممكن نلعبها. أول حاجة هي تنس، واضح معناها إيه؟ اسمها تنس تنس تنس، يبقى أكيد هي لعبة التنس. وعشان نلعب تنس بنستخدم حاجة اسمها راكت راكت راكت. طبعا عرفت هو إيه لما شفت صورته، برافو عليك، هو المضرب. ممكن كمان نقول It's my racket، إنه مضربي، أو هذا يكون مضرب التنس الخاص بي. طيب بنلعب التنس بالمضرب، وإيه كمان؟ أكيد بالكرة طبعا. طيب كرة يعني إيه بالإنجليزي؟ كرة يعني بول بول بول، وبنضرب الكرة بالمضرب. يضرب يعني هات 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 هات. تمام. هارد يعني صعب أو بقوة، اسمها كده هارد هارد هارد. تمام، لها معنيين، صعب او بقوة، والمعنيين هنقولهم دلوقتي. بص للجملة دي كده، I play tennis يعني انا بلعب تنس، I have a racket to hit وانا معايا مضرب علشان اضرب بيه، I hit the ball hard يعني انا بضرب الكرة بقوة، يبقى hard هنا معناها بقوة. ويا سلام بقى لو سألتك وقلت لك Can you play tennis؟ اوعى تكون نسيت can، can يعني يستطيع، ولما ابدأ الجملة ب can you فدي معناها هل تستطيع، يبقى الجملة بتقول Can you play tennis يعني هل تستطيع ان تلعب تنس. طبعا بيجي بعد can you فعل في المصدر، علشان كده قلت play يعني فعل بدون اضافات. بص للفعل play، ما قلتش plays او played او playing، لا قلت play. can you play tennis؟ طيب لو بتعرف تلعب تنس هتقول ايه؟ هتقول yes I can يعني نعم انا استطيع. ولو ما بتعرفش تلعب تنس هتقول no I can't no I can't يعني لا أنا لا أستطيع. أنا لو حد سألني وقال لي can you play tennis هقول له no I can't، علشان أنا كمان ما بعرفش ألعب تنس، بس ده سر بيني وبينك. كرة القدم بقى اسمها football football. تمام، كرة القدم اسمها football football. طيب بنلعبها ازاي؟ بنركل الكرة. طيب يركل يعني ايه؟ يركل يعني كيك كيك كيك. وممكن نقول I play football أنا ألعب كرة قدم، I kick the ball أنا أركل الكرة.
ولو احنا بنلعب كرات قدم وسألتك واحنا بنلعب can you kick the ball؟ يعني هل يمكنك ان تركل الكرة؟ احنا قلنا can you معناها هل يمكنك او هل تستطيع؟ هل تستطيع ان تركل الكرة؟ انت بقى لو قلت لي no I can't، لا انا لا استطيع، it's hard، فاكر hard؟ معناها صعب او بقوة. هنا بقى معناها صعب، it's hard يعني انه صعب، it's hard. وقتها بقى هقولك we can help يعني احنا ممكن نساعدك، we are one team احنا فريق واحد. تعال بقى ناخد كلمة team، team يعني فريق، team team team، تمام، team يعني فريق. لعبة الكاراتيه اسمها كاراتي، كاراتي كاراتي، ماشي، اسمها كاراتي. والسباحة اسمها swimming 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 swimming. تعال بقى لرياضة كمان بنلعبها بالكرة، وهي رياضة باسكتبول، باسكتبول يعني كرة السلة، باسكتبول باسكتبول باسكتبول، تمام، كرة السلة يعني باسكتبول. طيب دي بنجيب فيها النقطة ازاي او الجون فيها ازاي؟ بنجيب فيها النقطة لما بنرمي الكرة في الشبكة، يرمي يعني throw throw throw، تمام، يرمي يعني throw throw. بالمناسبة باسكت بول اساسها كلمتين حطيناهم جنب بعض، باسكت وبول، انت عارف بول يعني كرة، طيب باسكت يعني ايه؟ باسكت بس يعني سلة، باسكت باسكت باسكت. بص بقى للجملتين الحلوين دول، can you throw the ball؟ هل يمكنك ان ترمي الكرة؟ الرد yes I can، نعم انا استطيع. ويا سلام بقى لو كملت وقلت I love basketball، انا احب كرة السلة، it's fun، انها ممتعة، fun يعني ممتع، ما تنسهاش، fun ممتع يعني fun. وشوف الجملتين دول كمان، I play basketball، انا العب كرة سلة، I throw the ball in the basket، انا ارمي الكرة in the basket. ها قلنا basket يعني ايه؟ basket يعني سلة، تمام. تعالى دلوقتي بقى نعرف كم كلمة كده مهمة مرتبطة بالألعاب الرياضية. اول حاجة playground 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 يعني ملعب، playground. وقت الفسحة الوقت اللي بنلعب فيه بقى الرياضة اسمه break time break time break time break time. fast صفة معناها سريع، fast fast fast. طيب النادي بقى اسمه ايه؟ النادي اسمه بالانجليزي club club club. ويفوز يعني win win win، تمام تمام. اما بقى stay fit معناها يبقى لائقا بدنيا، قول ورايا stay fit stay fit stay fit. fit لوحدها يعني لائق بدنيا. الدرس ده جميل جدا وخلص خلاص، خلص خلاص، درس سهل، عاوز منك بس تحفظ الكام كلمة اللي فيه وتركز في الجمل. وخلي بالك لما اقول لك can you، هل يمكنك او هل تستطيع، لو بتعرف هتقول لي yes I can، ولو ما بتعرفش تقول لي no I can't، لا انا لا استطيع. بكده بقى يخلص listen 1 و listen 2 الدرس الاول والدرس الثاني باسلوب مبسط جدا وسهل جدا. ياريت بقى لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو، ولو دي اول مرة تشوفنا وما كنتش لسه اشتركت في القناة ياريت تشترك في القناة دي وتفعل زر الجرس علشان تتابع الدروس اللي جاية. Goodbye، مع السلامة.